السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء يتجدد. إيران، هدوء ما قبل العاصفة. صحيفة لوموند الفرنسية عملت تقرير درجة أهميته، وإن هو مهم جدا لمحور الأحداث في الشرق الأوسط. لفت النظر إنه النظام الإيراني في حالة هدوء ما قبل العاصفة، وإن هي أفردت أسباب كتيرة جدا إنه انهيار النظام الملالي أصبح حتمي. لدرجة أهمية التقرير نقلته قناة العربية والعربية الحدث، فإحنا هنسمع كلام أو هنقرأ للتقرير اللي هو لوموند الفرنسية عن تعدد الأسباب اللي هي انهيار النظام الملالي أصبح حتمي. في ناس كتيرة جدا بتعول على إنه طالما أمريكا والغرب مستفيدين من وجود إيران في المنطقة، فهيدنهم بيحققوا غرضهم في المنطقة لإضعاف الدول العربية وتقسيمها وتفتيتها. خلاص، إيران أدت دورها. يعني الناس عشان يعني تبص للموضوع من منظور أوسع شوية، إيران حققت غرضها وغرض إسرائيل من تقسيم المنطقة، إضعاف الهلال الشامي كله من العراق حتى لبنان. ولكن طبعا مطلوب في المرحلة الجاية يكون في عاصفة أكتر شوية، يعني منها ممكن لبنان، ممكن الناس تتصدم من الكلام ده، لبنان ممكن يمر بمرحلة أصعب من اللي هو فيها دلوقتي، يعني يمر بمرحلة إنه يدخل في عاصفة أقوى شوية، بل ممكن يكون في تمثيلية، وأنا يعني المفرد ده أنا بقصده، يعني تمثيلية قادمة لحرب ما بين حزب الله وإسرائيل، زي ما هيكون في عملية استهداف لإيران وهي برضو تمثيلية. لكن في الأخير التمثيلية دي الغرض منها هو استبدال الأنظمة، يعني التمثيلية دي الغرض منها استبدال الأنظمة، ولكن في نفس الوقت ان هم يبقوا على من يخدم مصالحهم. يعني ايه؟ يعني يتم الابقاء على من يخدم مصالح اسرائيل او ابقاء على مصالح امريكا في المنطقه. يعني اذا تم الاتفاق، او هو فعلا تم الاتفاق على ان النظام الملالي انتهى دوره فيتم استبداله، واللي بيحصل من 48 ساعه اسرع من اللي بيحصل من اسبوع في يعني الزج بيه علي رضا بهلوي، الأمير علي رضا بهلوي اللي هو نجل الشاه، في إن هو يتولى زمام الأمور، وإن بيتم الترتيب لـ100 يوم لفترة الانتقالية اللي بعد نظام الملالي. ده في ترتيبات أكتر من كده، بل ممكن إن أنا أدهشك أكتر من كده. علي رضا بهلوي لأول مرة يلتقي بمسؤولين سياسيين وأمنيين أوروبيين، وإن هم عمرهم ما كانوا بيقابلوه من سنة، ومناقشة ما هو القادم في إيران. طب الأكتر من كده إيه؟ الأكتر من كده إنه إن النظام الملالي فيه مسؤولين، المسؤولين دول التقوا بعلي رضا بهلوي في أوروبا في عواصم أوروبية في سرية تامة، لكن التقوا. يعني في مسؤولين إيرانيين موجودين، وفي مسؤولين إيرانيين سابقين. على سبيل المثال جواد ظريفي وزير الخارجية الإيراني السابق، اللي هو أمضى الاتفاق مع جون كيربي في عهد أوباما 2015، الآن التقى من يومين اتنين بعلي رضا بهلوي. الأحداث تتسارع جدا، عملية استبدال الأدوار. لكن لوموند الفرنسية لما نعود ليها بتتكلم كلام خطير ومهم جدا، بتقول إنه في هدوء ما قبل العاصفة نساء إيران لم تخف من ظهور ظهورهن، يعني دون حجاب. عملية الخوف اللي قبل كده اللي كانت النساء ان هي لا تجرؤ على الخروج من خارج المنزل بدون الحجاب، اللي هو على اساس ان ايران دولة اسلامية يعني. ولكن هو ده طبعا الاسلوب اللي كان بيستخدمه النظام الملالي، كان بيضحك على شعبه وبيضحك على المنطقة وبيضحك على اللي ضحك عليهم في المنطقة وغسل دماغهم. فدلوقتي بيقول ان نساء ايران دلوقتي بيخرجوا من البيوت من غير رداء، يعني ارتداء الحجاب، والامر ده لم يحدث من قبل. الامر الثاني اختفاء شرطة الاخلاق اللي كانت بتراقب، المفروض يعني الاخلاق، يعني المفروض ان الشعب الايراني عنده اخلاق، فكان هم بيراقبوا يعني الاخلاق دي يعني. وانهيار النظام الملالي اصبح بصوره شبه مرسومه امام الناظر اليها. الامر الثالث او الرابع بيقول انه تمرد نساء ايران على العرف الايراني في اللباس، يعني اللبس بتاعهم كان المفروض ان هم ليهم زي معين، لكن هم تمردن على اللبس دوت، وان هم دلوقتي بيخرجوا بدون غطاء للراس وبدون الزي ده.
منذ 44 عام. بيقول 44 عام من المنظر اللي احنا بنشوفه دلوقتي الان الشارع الايراني بدون اللي احنا الرؤيه اللي كنا بنشوفها قبل كده من النساء بتوع ايران. ايضا بيقول لك نساء ايران دخلوا في تحدي مع اجهزه الامن الايرانيه حول الحجاب، والامر ده المدلول بتاعه طبقا لتفسير لوموند انه تم نزع الخوف من قلوب النساء في مواجهه الامن الايراني. اصبح النساء الامن الايراني يواجهن الامن الايراني وجها لوجه وحتى بالاحتكاكات. يعني بيقولوا ان برضو لوموند بعد وفاه مهيسة اميني واللي تسببت في بدايه احتجاجات ثم يعني ثوره، الحركه بتاعت مهيسة اميني اللي هو الحراك الشعبي اللي موجود في ايران هم مسمينه حركه مهيسة اميني، بيقول اصبح من الصعب جدا طبقا لتفسير لوموند السيطرة على الشعب الإيراني وعلى الشباب والشابات الإيرانيات، صعب جدا تسيطر عليهم دلوقتي، وإنه الأمن فقد بصورة شبه كاملة النظام والحكومة فقدت السيطرة على الشعب، وده يعتبر من إحدى أدوات سقوط النظام الحتمي. الأمر اللي برضو المهم اللي هو تناوله لوموند بيقول إنه رفض الطلبة الإيرانيين أوامر النظام بعدم الاختلاط في الجامعات او المدارس، عدم الاختلاط عامه بحجه الاسلام يعني، وفي الاخير انه الامر ده انتهى يعني دلوقتي بقوا مختلطين. ليه؟ ان هم شايفين على الجانب الاخر المتشاطئ ليهم، شايفين الامارات عامله ازاي، شايفين يعني الكويت عامله ازاي، شايفين السعوديه المناره بقت عامله ازاي. الآن الخليج بالنسبة لهم أو الدول الخليجية بالنسبة لهم كانت الإمارات العربية المتحدة هي الدولة السباقة في التنمية، وفي إن هي كانت في الركب الأول للتطور ومضاهات أوروبا. لكن دلوقتي تصارع الأمر في خلال حوالي سنة ونص، السعودية خطفت الأنظار، تصارع كبير جدا. فالشباب الإيراني الأمر بالنسبة لهم خلاص مش قادرين يعني، خلاص لا طاقة لهم بالنظام اللي موجود، نظام عفن. وان هم شافوا ازاي هم ازاي كانوا صابرين على 44 سنة من النظام العفن ده. بيتكلم اندر لوموند بتقول انه توقعت لوموند شيء مهم جدا، وهو حدوث انفجار احتجاجي طبقا لتعبيرهم وشيك ومرعب. يعني في الفترة القادمة هيكون في انفجار وشيك ومرعب لن يتحمله النظام. طب الكلام ده بناء على ايه؟ بيقول لك ان الثوره اللي هي مستمره والحراك والاحتجاج اللي مستمر بقاله اكتر من حوالي ما يقرب من 6 اشهر، الامر دلوقتي الاحتجاجات لم تفشل. يعني تبقى الوصف اللي لوموند بتقول لك انه الاحتجاجات والثوره لم تفشل، ولكنها في استراحه التجهيز للقادم واعاده ترتيب صفوفهم للاقوى. هنا واضح ان في ترتيبات لهدوء ما قبل العاصفة، وده الوصف اللي أنا كاتبه للحلقة، هدوء ما قبل العاصفة، يعني إعادة ترتيب الصفوف الثوار، تجهيز مريم رجوي، علي رضا بهلوي اللي أنا قلت في مقدمة الحلقة، رفض الشعب الإيراني لكل الأدوات القمعية اللي كان بيحطها النظام من 44 سنة بحجة الدولة الإسلامية أو الجمهورية الإيرانية اللا إسلامية، رفضها الشعب، وان هو كفر بأدوات النظام بكل شيء مهما كانت الدولة قمعية. فالحراك والانفجار الوشيك القادم أصعب مما سبق طبقا لتفسير لوموند. بيقول ان دلوقتي هدوء ما قبل العاصفة واستراحة تجهيز وترتيب صفوف القادم وهو أقوى بالنسبة للنظام. وبيقولوا انه الاحتجاج لم يفشل، ولكن القادم بالنسبة للنظام الأمني هناك هيكون يعني مرعب، وانفجار احتجاجه هيكون الأصعب هتمر بيه إيران، ممكن يكون أصعب حتى من اللي مر بيه الشاه في الثورة المسمى بالإسلامية. ده حقيقة الوضع اللي بيمر بيه النظام الإيراني. إيران هدوء ما قبل العاصفة، ستعصف بالنظام الملالي طبقا لتحليل لوموند، وطبقا للكلام اللي أنا قلته في أول حلقة، طبقا اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا أسابيع. استبدال النظام حتمي لعملية استبدال الأدوار، لأن إيران اقترفت جرم كبير جدا من وجهة نظر الغرب بأن هي بتدعم روسيا في مواجهة الغرب في موضوع أوكرانيا، وأيضا أنه النظام الملالي يبدو أنه هو
ارتكن على شيء آخر مهم، وهو دعم روسيا والصين في مجابهة أمريكا، حتى لو الأمر وصل لأن هي تعلن النووي بطريقة غير معلنة سياسيا. هنشوف إيران على مسرح جديد لم نشاهده من أكتر من 44 عام. القادم أصعب من اللي حصل أيام الشاه. حفظ الله الجميع، استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.